السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، نحييكم من مدينة العين ومن فرع الجيمي بالأستاذ أحمد ساتي عبد الرحمن ليشاركنا اليوم قصة نجاح بحيث أنه نزل أكثر من 40 كيلو. نرحب وياكم بالأستاذ أحمد ساتي عبد الرحمن، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بك حبابه. إن شاء الله مرحبا. أهلا وسهلا فيك. احنا يشرفنا أنك تكون متواجد معنا اليوم وأنك تشارك قصة نجاح هاي. حبينا نعرف كيف كانت الحالة قبل ما تجي للمركز، وكم كان الوزن، شو هي المشاكل اللي تعاني منها اللي خلاتك انك تفكر انك تنزل وزن؟ بداية كنت انا بعاني من مشكلة بتاعت زيادة وزن، كنت اوبيس في الحقيقة، ما اوفر ويت. ولفت انتباهي الفحص المجاني كان لدكتور نيوتريشن، كان وقتها في فرع زاخر جديد، وطبعا بيورونا التفاصيل كلها، نسبة الوزن ونسبة الووتر والدهون والفات والبروتين والمينرالز والسولت والحاجات دي كلها. فاكتشفت انه في مشكلة حقيقية، وكان عندي مشكلة كمان مرة لما افحص ضغط الدم حقي بلقى فيه زيادة، ما زيادة مرضية لكن زيادة في الضغط، يعني لازم تيك كير يعني بالنسبة للعمر حقي. فاخذت نصائح عامة، طبعا اول ما تعمل فحص مجاني بتلاقي الاخصائي وبيديك التفاصيل العامة، اخذت منه الافكار العامه وبدات بيني وبين نفسي كده دايت بالانستراكشن حقه الاخصائي من دكتور نيوتريشن. فلقيت نفسي خطيت خطوه كويسه، نزلت من 153.8، انا الرقم ده ما بنساه طبعا، لتقريبا 146 145، ما متذكر الرقم بالضبط. بدات اشتراك، كان عاملين عرض بتاع السيف، بالنسبه لي كان مشجع جدا. بدات الاشتراك بتاعه لمده 4 شهور، وبعد ده بدات القصه. ففي حوالي تقريبا 7 شهور أو 6 شهور تتخلل، كان فترات بتاع التثبيت طبعا، كل ما تنزل 20 كيلو يكون في تقريبا شهر على حسب. صحيح. الوضع او مقاومه الانسولين وكده. صحيح. وصلت في 8 شهور الحمد لله هسه 107، طبعا ده ما الطموح، الطموح بتاعنا تقريبا في نهايه الثمانينات او 90 كيلو ما شاء الله. والحمد لله من 153.8 ل 107 هسه. طبعا في فروقات، في فروقات في اللبس، بتكون اوفر كونفيدنت بنفسك في الرياضه. انا شغلي اختصاصي مشاريع زراعيه او اختصاصي زراعه محميه، وشغلي في الفيلد كان. فحتى نزول الوزن بيدينك احساس يعني كيف في الحركه افضل، كونفيدنت. من الناحيه الاجتماعيه نفسها انت بتكون واثق بنفسك اكثر، موضوع اللبس احنا شباب طبعا. صحيح. والتفاصيل دي. بالناحيه الصحيه طبعا بيكون اربع من بلود اناليسيس كل فتره، فرق معي في الجهازات حقه الضغط، فرق معي في الليبتس في للبلود اناليسيس نفسها. وزياده الوزن كان بتعمل لي انزايتي، كان بتعمل لي مثلا مشاكل في مرات في التنفس. منها راجعت كان الدكتور بتاع نيمونيا وتقريبا او حاجه زي دي، مهم بتاع الرئوي والتنفس وكده. فهسه المشاكل دي كلها الحمد لله بقيت ما بعاني منها، والمشاكل الهضميه وكده. انا صراحه بنصح الناس كلهم دكتور نيوتريشن في البدايه، طبعا اي سيستم بالنسبه لك جديد حتعاني في الاول، اول شهر شهرين خلاص، بعدين حيكون لك لايف ستايل ويو اداب ذا سيستم خلاص. ومشوار الميل، مشوار المليون ميل بيبدا بخطوه، والناس تتوكل. وموضوع زياده الوزن ده موضوع صراحه جبهه، لازم الناس تحسمه. في ناس كثير يعني بتشوف انه نزول الوزن يعني صعب جدا انه بينزل في الوزن، بس انت ما دام نحن نزلنا اكثر من 40 كيلو ما شاء الله علينا، يعني بنحكي انه النزول هذا كيف كان، سهل عليك صعب عليك؟ يعني عشان ممكن نحفزهم او بنخليهم مثلا ما يخافون من اللي هي البرامج اللي هي تكون غذائيه صحيه لهم. انا في البدايه الموضوع طبعا انت غيرت اللايف ستايل حقك، انت احنا بناكل جنك فود، بناكل في اي وقت كده، موضوع صحيح. انك انت تعمل سيستم وتنظم ساعات النوم كده اكيد حيكون صعب في الاول خلاص، لكن انت لو اخذت الموضوع سيريسلي اول شهر شهرين انت الموضوع حتتكيف عليه وحيبقى لك عادي جدا والامور بتمشي. طبعا انا هسه في تحدي بواجهه اللي هو التحدي بتاع تثبيت الوزن وانك ما ترجع مره ثانيه، لكن صحيح. انت لما تستمر على السيستم ومؤمن به بتكمل الموضوع. بالنسبه لنا احنا شو هي اكثر المنتجات اللي شفتها انه فادتك يعني فعليا، يعني او منتجات استخدمتها وشفت انه ليها اثر عليك يعني وجابت اللي هي النزول؟ انا السوبر اناناس ساعدني، شاي البيرفكت كان بالنسبه لي مناسب. انا عندي مشكله مع الكافيين، ما بحب استخدم الكافيين كثير، فالجراسو بيرنر ما استخدمته لفتره طويله، لكن هو كان في الفتره بالنسبه لي مفيد. وفي
في ثاني كان ما متذكر اسمه، متذكر شكل العلبة. تقريبا الكارفل ممكن او والله كيراتين، الكارنيتين ده مع الجيم مناسب جدا. وفي برضو السيستم بتاع الديتوكس اللي هو كان اسبوعين 5 ايام، وبتاخذ يومين ريست وخمسة ايام ثانيه. ممتاز، يعني الحمد لله احنا حصلنا نتيجه كثير منيحه من المتابعه اللي هي الصحيه للبرامج الغذائيه، شفنا نزول كثير منيح. نتمنى لك كمان انك تواصل مشوارك وتثبت كمان وزنك، ونشكرك كثير مره ثانيه على حضورك هنا مدينه العين الفرع الجيمي. شكرا لك كثير، نتمنى لك التوفيق كمان مره ثانيه، ونشكركم مشاهدينا الكرام، ونتمنى انكم تكونوا سعداء، ونشوفكم في حلقه جديده من حلقات دكتور نيوتريشن ان شاء الله الاسبوع القادم. شكرا لكم، ونحب نقول للشباب كلهم المبدي متموم، ابدا وان شاء الله حتقدر تكمل. وانا بسال الله ان شاء الله انه اثبت على الوزن وابدا المرحله الثانيه، واخلص من المرحله الثانيه اخر 12 كيلو 13 كيلو بالنسبه لي. وشاكر لكم جدا جدا.